اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم المحلل تكن رزاف داري. بهذه الجلسة مثل ما تعودتوا علينا، هي بتكون جلسة عادة تعليمية. حابب اليوم مر على الاوتو تشارتست او تعريف الاوتو تشارتست. في البداية قبل ما نبتدي، خلينا نقول تعريف هذا المؤشر الضخم او الشركة الضخمة اللي نحن نتعامل معها في شركة تكمل. بدي اقول لكم انه هو الاوتو تشارتست شيء ممكن ندخله او نعمل له داونلود على منصة التداول التابعة لنا، وممكن يساعدنا خلينا نقول بمراكز دخول، ان كانت شراء ولا بيع، او خلينا نقول مثل اشارات او فرص استثمار ممكن نستفيد منها. بكل بساطه بدي اقول لكم ان الاوتو تشارتس اذا في حال شخص لحاله ممكن انه بده يدخل ويشتري هذا المؤشر من الشركه نفسها، طبعا حقه يعني المبالغ ضخمه جدا. شركه تكمل بتقدمها لكل عملائها، اللي هي اوتو تشارتس موجوده على الموقع. طبعا رح اعلمكم بهيدي الجلسه في البدايه كيفيه، خلينا نقول اذا بدكم يعني تحميل اوتو تشارتست على منصه التداول. رح اعطيكم فكره عامه كيف ممكن نستعملها بالتداول اليومي لمعرفه، خلينا نقول، الاتجاه، او المحللين في اوتو تشارتست كيف ممكن يساعدونا بتحديد الاتجاهات العامه. بكل بساطه ممكن، خلينا اقول لكم، تدخلوا على موقع تكمل دوت كوم. لما تضغطوا على تولز اوتو تشارتست رح تجيكم هيدي الصفحه. هيدي عم نتكلم باللغه الانجليزيه، اذا في حال بتكون طبعا اللغه العربيه بتعرفوا انه بتضغطوا على اللغات هون، بتضغطوا على اللغه العربية بيصبح عندكم هون، خليني اقول، الموقع في اللغة العربية. عندي انواع الحسابات، الادوات المالية، منصات التداول، والادوات. الادوات من ورا ما نضغط عليها بنضغط على الاوتو تشارتست، اوكي، فبنبتدي بصفحة اوتو تشارتست. اوتو تشارتست هون طبعا عم بيقولوا لنا انه بيعطونا قرارات مدعومة طبعا بالمعرفة على قمة اللعب من اكثر من ادوات التحليل الفني المرونة في العالم. استعمال الاوتو تشارتست هي طبعا محركة المتقدم خلينا نقول تساعد او تدعم المتداولين والمستثمرين في الاسواق الماليه اللي ما عندهم الخبره الكافيه في التحاليل التقنيه، وايضا التحاليل اللي ممكن نقوم فيها بشكل يومي نحن كرمال نقدر ناخد فرص استثمار. هيدي الصفحه طبعا المهم فيها انه بنخفض ننزل فيها لهذه الصفحه كرمال لنشوف هيدي الكليك اللي هي حمل وصله ام تي 4. من ورا ما نضغط على حمل وصلة ام تي 4 بكل بساطه بيجيني، خليني اقول، انستوليشن بسيط جدا، بسيط جدا انه نكفي فيها. مثل ما بتشوفوا بتجي هون على اليسار، على يسار الشاشه، بتحطوا اوبن وان دون. هي نفسها كانكم عم بتحملوا اي شيء اخر، بتعملوا نكست 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 وبيخلص التحميل طبعا. فمن ورا ما يخلص هذا التحميل من ورا اوتو تشارتست طبعا بصير عندي اياه على منصه التداول بهذا الشكل. اول شيء بنبتدي على هذا الشكل الاوتو تشارتست. بكل بساطه هيك بتكون منصه التداول. اذا في حال بدنا نحمل اوتو تشارتست على الرسم البياني، شو بنعمل بهيدي الحاله؟ بكل بساطه بنضغط، خليني اقول لكم بس اتاكد انه كل الامور تمام، الويبينار ماشي عظيم. اللي بدي اقول لكم اياه انه من ورا ما ندخل على منصه التداول يصير عندنا اوتو تشارتست. نضغط فوق على اليسار على، خليني اقول، الستار او النافيجيشن. شو يعني الستار اللي بتشوفوها هون؟ الفولدر باللون الاصفر والنجمه باللون الاصفر. من ورا ما نضغط عليها بتيجي النافيجيتر على اليسار على هذا الشكل، اوكي. بنبتدي عندي شيء اسمه اكسبرت ادفايزرز اللي هو تحت الانديكيتورز، نضغط عليها مرتين بنشوف انه في عندي اوتو تشارتست. لما انا اضغط على الاوتو تشارتست واجبس عليها واعمل لها دراج على الرسم البياني تبعي، فورا تجيني هذه الصفحة. بكل بساطة بنضغط اوكي وبننتظر شوي صغيرة. مثل ما بتشوفوا هون على اليسار فوق في عندي اوتو تشارتست ريكوستنج داتا، وبيجي عندي هذا الوضع هون. لما تجي هذا، خليني اقول، هذا التابلو اللي هو، خليني اقول، بيعطيني اشارات للاوتو تشارتست او للرسم البياني اللي دخلت فيه، بكل بساطة انا ما باخذ بعين الاعتبار انه انا بدي ادخل او اعطيني اشارة من على رسم البياني اليورو على سبيل المثال، لانه انا رسم البياني فاتحه امام اليورو. بكل بساطة بيعطيني مثل ما عم بتشوفوا هون تسع صفحات اشارات. بتشوفوا عندي هون على اليو اس دي اس اي اس اي كي، عندي على اليورو دي كي كي، عندي على اليو اس دي سي جي كي الى اخره. فنحن بكل بساطه بنتنقل بالصفحات كرمال نوصل على سبيل المثال على رسم بين نحن بدنا اياه. يعني نحن هون على اليورو دولار ديلي بشكل يومي، فبهيدي الحاله انا ممكن اضغط على الفيو،
من ورا ما اضغط على الفيو فورا بيجي الرسم البياني اللي هو على اليومي، وبقولوا لي انه عندي اذا بدكم بيج موف. نتوقع انه هلا البيج موف اللي هي بيعطيني، خلينا نقول باترن ديتيل، ممكن تعطيني الدي 1 او المستوى المقاومه اللي هي عند ال 118.54 المستويات المنتظره، او اذا في حال طبعا انخفضنا لمستوى ال 117.43 عم بيقول لي خلينا نقول مركز شراء. طيب هلا نحن هون البيج موفمنت ما بتهمنا، بهمني اكثر انا هي ناخذ اشاره شراء مثل تراينجل، مثل هون مكتوب على الاكس اي جي يو اس دي دي 1 تراينجل وفلاش او ارو او سهم الى الاعلى. فبهيدي الحاله عم بيقولوا له انه اصبح عندي اختراق على الاكس اي جي اللي هو الفضه على السيلفر على رسم بين اليومي على تراينجل ارتفاع. بضغط على الفيو اوكي، وبتشوفوا هلا امامكم بيرسموا لي هن التراينجل على الرسم البين لحالهم، بيرسموا لي المثلث اللي هو على الرسم البين المتوقع، وبقولوا له انه بالفعل اصبح عندي اختراق، والمنتظر الرقم المنتظر هو النكست دي 1 اللي هو على الرسم البين اليومي هو 17.04، هيدا الرقم المنتظر اوكي اذا في حال طبعا بدنا نستهدف ارتفاع بعد من وراء هذا المثلث. فبهيدي الحاله طبعا انا ممكن اخذ اشاره وادخل بمركز استثمار على اسعار الفضه واستهدف فيها مستوى ال 17.04. هيدا بالنسبه طبعا للفضه. ممكن انه انا ادخل على رسوم بيانيه اخرى، هون مثل ما عم بتشوفوا انه عندي على طول رسم بيانيه على اليومي، هون بلشنا نبتدي على رسم بيانيه الساعه. اذا في حال انا بدي اضغط على سبيل المثال على رسم بيانيه على الساعه، خلينا نشوف مثلا على اليورو جي بي بي، هون كاتبين ايضا على رسم بيانيه اليومي، نضغط فيو بحطوا لي تراينجل ايضا على رسم بين اليومي، وبشوف بحطوا لي المنطقه المنتظره اللي هي لازم نستهدفها. ممكن انه ننبش نحن طبعا على رسوم بيانيه صغيره او قصيره المدى، رح اعلمكم كيف ممكن نعمل فلتر خلينا نقول لا هول التحاليل لنقدر نستفيد منها نحن كمضاربين. قبل ما كفي بهيدي الجلسة بدي أقول لكم أنه لما ندخل على الأوتو تشارتست على خلينا نقول كلاينت أريا أو على منطقة دخول العملاء اللي هي مندخل فيها اليوزر نيم والباسورد، نضغط على الأوتو تشارتست بيجيني هذا الشكل. ممكن أنا بالأوتو تشارتست أعرف أنه عندي عدة opportunities، يعني هنا الفرص اللي موجودة عندي خلينا نقول بالرسوم البيانية اللي هي للنفط، اللي هي للأس بي 500، للوول ستريت إلى آخره. هون عم بيقولوا لي فولينج واج، اذا بضغط عليها تجيني الرسم البين الفولينج وجه اللي هو عم بيتوقع انه لازم يكفي انخفاض من هون لنستهدف مستوى اوطى على سبيل المثال، هيدا على النفط. اذا بضغط على الجيرمان داكس كمان بيعطيني رسم بين اخر. اذا بضغط على سبيل المثال خليني اقول على الاس بي 500 بتقلي انه هون عندي رايزنج وجه 15 مينتس، وانا اتوقع بعد ارتفاع لمستويات 2790. فهون عم بيقولوا لي كواليتي الترند الاتجاه العام، عم بيقولوا لي خليني اقول اذا في حالها يا ترى هي مهمه، يعني الفرصه اللي عم بيعطوني اياها مهمه جدا، الكواليتي تبعها قديش يعني جيده. طبعا ممكن ندخل على الفوركس، هون نحن كنا ضغطين على السي اف ديز على اليسار، بتضغطوا على الفوركس بيصبح عندي العملات، بنضغط على الدولار ين بيعطوني فولينج ويدج يتوقعوا هلا انخفاض لل 107 خلينا نقول 47. فبهيدي الحاله انا عم باخذ تحاليل منها. هلا اللي بدي اجرب لكم اياه انا بالنسبه للرسوم البيانيه، اهم شيء صرتوا تعرفوا كيف تدخلوا الاوتو تشارتس على منصه التداول وتحملوها على منصه التداول. هذا الويبينار رح يكون عم بيشرح كيفيه استعمال الاوتو تشارتس. اللي بدي اجرب ساعدكم اياه بتضغطوا على الفلتر اللي هي عندي هون ثلاث، خليني اقول مثل ما عم تشوفوا امامكم هون عندي ثلاث امور اللي هي سيتنجز اللي هي الكره الارضيه بشكل الكره الارضيه، وعندي الفلتر. لما نضغط على الفلتر نحن هون شو بنعمل؟ نقدر نعمل فلتر للانترفل التايم فريم اللي هو نحن بنفضله. يعني اذا بدي الغي انا الدي 1 بدي الغي الاتش 4 بدي احط ال 15 دقيقه و 30 دقيقه والساعه كحد اقصى واعمل سيف. بهيدي الحالة أنا بفلتر الفرص الاستثمار عندي، بيلغي كل الفرص الاستثمار اللي هي خاصة بالرسم البيان اليومي اللي هي خاصة خلينا نقول بالرسوم البيانية الأربع ساعات، وبصير عندي كل الرسوم البيانية أو الفرص الاستثمار الموجودة عنا على رسم بيان الساعة وحتى نصف ساعة أو 15 minutes، يعني هيدي للمضاربين. فبهيدي الحالة أنا بضغط هون بشوفوا أنه عندي جي بي بي يو أس دي على رسم بيان الساعة، بضغط على الفيو
فورا بينتقل الرسم بياني، الرسم بياني الساعه، وبيجيني تراينجل عم بيقولوا له انه عندي شمعه هبوط، خلينا نقول او اختراق هذا المثلث للتراينجل، ويتوقع انه يستهدفوا مستوى ال 133.07 اللي هو النكست تارجت. طيب هل يا ترى نحن كمحللين تقنيين، او خلينا نقول ك يعني شركه تكمل، بتنصح كل عملائها انه يتداولوا فقط على اوتو تشارتست؟ طبعا لا. هلا بغض النظر، بدكم تعرفوا انه لو الاوتو تشارتست موجود تحت الاكسبرت ادفايزرز، منه اكسبرت ادفايزر، يعني ما بيتداول عنكم. لما تمشوا الاوتو تشارتست ما بيدخل باي مراكز شراء ولا بيع، فقط انتم اللي بتضغطوا مراكز شراء والبيع، ولكن فقط هو بيعطيكم التحاليل. هلا بالنسبه للموضوع الاخر اللي طرقت له قبل، هل يا ترى الاوتو تشارتست هو بيقدر تتكلوا عليه بشكل خلينا نقول كامل او 100% انه نتكل على التداول بس فقط من التحاليل اللي ماخذها على الاوتو تشارتست؟ طبعا لا. ما في عندي اي مؤشر نقدر نتكل عليه 100%، ولكن طبعا من وراء التحاليل اللي نحن بنقوم فيها، من وراء التحاليل اللي بتشوفوها بالجلسات اليوميه اللي انا بمر عليها، ممكن انه تاخذوا بعين الاعتبار الاوتو تشارتست، خلينا نقول، او ممكن تاخذوا بعين الاعتبار يعني فرص الاستثمار اللي عم بيعطيكم اياها الاوتو تشارتس كرمال تقدروا تتاكدوا على مركز الشراء والبيع قبل ما تدخلوا طبعا. لكن من وراء ما حملنا الاوتو تشارتس على منصه التداول، من وراء ما عملنا فلتر مثل ما علمتكم لا ال 15 مينتس او حسب كل مستثمر او مضارب على اي مدى بحب يشتغل، على المدى القصير الوسط او الطويل، بيختار الانترفل للتايم فريمز له، وطبعا بصير عنده الفرص الموجوده امامه، بيضغط نيكست لانه هون عندي عده صفحات، عندي على سبيل المثال اس بي 500، بيضغط على فيو، فورا بينتقل الرسم البياني للفيو، بيعطيني الرايزنج ويدج، بيقول لي انه تم اختراقها هون مع ارتداد لها لهذه المستويات، طبعا بيعطيني مستويات مهمه، وممكن انه نكست 15 مينتس نكون عم نزور مستويات 2781 او 2777. طيب هلا هذا الموضوع مهم جدا لانه هو الاوتو تشارتس عم بيقوم بالتحاليل عني. هلا الموضوع الاخر المهم اللي انا بدي اتطرق له طبعا بهيدي الجلسه، هي لما ندخل على الكلاينت اريا، او على خلينا نقول منطقه دخول العملاء، وندخل على الاوتو تشارتست، بكل بساطه بقدر استفيد من هول الباترنز او من هول الفرص الاوبورتونيتيز. عظيم، هيدي الفرص اللي موجوده عندي من وراء الاوتو تشارتست. هلا اذا في حال انا بدي لكم الاوقاف الخساره كيف بدي استعملها، يعني انا عندي مركز بدي ادخل فيه نكست 15 مينتس على سبيل المثال على اليورو دولار، خلينا نلاقي او خلينا نشوف على رسم بين اليورو دولار شو ممكن يقدم لي الاوتو تشارتست. اذا بدي ادخل انا على اليورو دولار، عم بيقول لي الاوتو تشارتست انه لا، خلينا نقول ندخل على رسم بين الساعه، الاوتو تشارتست عم بيقول لي النكست كاندل ممكن تكون 117.84 و118.13. عظيم، لكن في خلال ساعه عم بحدد لي انه الفولاتيليتي او التقلبات ممكن تكون او ممكن نزور مستويات 117.84 118.13. ندخل على منطقه دخول العملاء على الاوتو تشارتست، ندخل على الفولاتيليتي اناليسيس اللي هي ثاني خلينا نقول يعني صفحه، بيجيني شيء اسمه volatility. شو يعني volatility؟ التقلبات. عم بيقول لي على زوج على سبيل المثال اليورو يو اس دي، بنعمل على اليسار هون سيرش على يو ار يو اس دي، يو ار يو اس دي. عظيم، اذا في حال انا هون عم بيقول لي برايس موفمنت رينج بير اور، شو يعني باي اور؟ يعني خلال الساعه قديش التوقعات للتقلبات على زوج اليورو دولار؟ يعني هل يا ترى عم نتداول او عم يتقلب اليورو دولار ب خلينا نقول منطقه 10 بيب، 10 نقاط، 15 نقطه، 20 نقطه، 40 نقطه، 5 نقاط الى اخره. بهذه الحاله شو ممكن استفيد؟ اذا في حال انا زوج اليورو دولار عم بيقول لي انه منطقه التقلبات عم بتكون على سبيل المثال ب 3 شموع لورا، او خلال 3 4 ساعات المنطقه عم بتكون بين 32 و 02، يعني عم نتداول بحدود 30 نقطه 30 بيبس. طيب اذا في حال عم بيقول لي هذا الرسم البياني او الفولاتيليتي اللي هي هون بالفولاتيليتي اناليسيس، اذا عم بتقول لي عندي 30 نقطه عم بيتراوح فيها اليورو دولار زوج اليورو دولار، يعني انا اذا في حال بدي ادخل على الرسم بين اليورو دولار وبدي ادخل بمركز شراء ولا بيع على اليورو دولار، لازم اعرض وقف خسارتي فوق 30 نقطه. شو يعني فوق 30 نقطة؟ هيدا الشيء اللي ما بيقدر المستثمر أو المضارب ياخده بعين الاعتبار، إنه لما يدخل بمركز بيع ويعرض وقف خسارة خلينا نقول قريب جدا لنقطة دخوله اللي دخل فيها، ممكن التقلبات خلينا نقول تاخده أو يعني تلمس وقف الخسارة بشكل سريع.
هذا اللي نحن ما بدنا اياه، انه تلمس وقف الخساره بشكل سريع، هذا اللي ما بدنا اياه. من ورا ما ندخل على الاوتو تشارتس ونشوف الفولاتيليتي اناليسيس ونعرف تقريبا التراوحات خلال الساعه قديش ممكن يكون عندي تقلبات على زوج اليورو دولار، ساعتها انا بقدر اعرف حدد انه وقف الخساره لازم بعده فوق ال 30 نقطه لا اقدر امشي بالمركز لهيدا. اذا حطيته 10 نقاط ممكن عند دخول الاسواق الامريكيه بشكل سريع يلمس وقف الخساره ويكفي اتجاهه العام. فبهذه الحاله انا بقدر اعرف البروبابيليتي، الاوتو تشارتس بقدم لي البروبابيليتي والنسب المئويه اللي هو عم يتحرك فيها كل زوج لحاله، وطبعا باخذ منه او باخذها بعين الاعتبار لحدد وقف الخساره. هلا هيدي البيرفورمانس ستاتستكس ما ممكن تستفيدوا منها بشكل بشرح لكم اياها بشكل لاحق، انا بهيدي الصفحه فقط بدي تعرفوا التريدنج اوبورتونيتيز او فرص الاستثمار الموجوده عندي، هيدي الويب اناليسيس، يعني اذا في حال انا ما دخلتها للاوتو تشارتس على منصه التداول، اذا في حال دخلتها على منصه التداول ما في لزوم ادخل واشوف فرص الاستثمار هون، لان هن نفسهم رح شوفهم على منصه التداول اللي عم تشوفوها امامكم. طبعا عظيم. هلا بالنسبه للفولاتيلتي اناليسيس قلت لكم تستفيدوا منها بخصوص الرينج او التقلبات، هيدي تاني شغله بدكم بدي اياكم او بدي اشرح لكم اياها بالاوتو تشارتس. هلا الموضوع الاخر اللي حابب كنت لكم اياه، عندي ريبورتس، عندي تقارير بقوم فيها او بيرسل لي اياها الاوتو تشارتس بشكل يومي او حتى بشكل خلينا نقول تابع للجلسات، يعني الجلسه الاوروبيه، افتتاح الجلسه الاوروبيه، افتتاح الجلسه الامريكيه، دخول خلينا نقول جلسة معينة أو جلسة آسيا، بهذه الحالة كيف ممكن أنا أدخل فيها؟ مثل ما قلت لكم أنا هون بكل بساطة عندي ثلاث يعني ثلاث كبسات ممكن أضغط عليها، عندي السيتينجز، عندي على شكل كرة الأرضية، وعندي الفلتر اللي ضغطنا عليه كرمال لنقي رسوم بيانية أو التحاليل أو فرص الاستثمار أيها اللي بتهمني. هلا أنا بضغط على السيتينجز على أول كليك، بضغط هون فوركس ريبورت اللي هو التقارير اللي أنا بدي إياها أو بدي توصلي من الأوتو تشارتست على أي جلسة، على الأيجين، على الأسيوية، على الأوروبية أو على اليو أس، فضل أنا على اليو أس على دخلة على دخول الأسواق الأمريكية لأنه هي فيها أكثر شيء فولاتيليتي وتقلبات لزوج الدولار الأمريكاني اللي هو أو الدولار الأمريكي اللي هو يعتبر محرك السوق. هلأ أنا هون بضغط اللغة اللي بدي توصلي فيها، طبعا نضغط الانجليش او العربي، اوكي. فبهيدي الحاله انا ممكن اختار اللغه الانجليزيه بدي توصل لي الايميل، اوكي، وبحط سبسكرايب. لما اضغط على سبسكرايب طبعا بدي يكون حاطط ايميل تحت، انا بدي يكون حاطط ايميل انا اللي هو مثل ما عم تشوفوه هون، فبهذا الايميل طبعا اوكي بروكر اكاونت او اوتو تشارتس اكاونت الى اخره، بضغط سبسكرايب وسيف. لما اضغط سبسكرايب وسيف انا بصير على كل دخول جلسة امريكية يوصل لي على ايميلي الخاص، بيوصل لي تقرير، وهذا التقرير بيبقى فيه معلومات قيمة جدا. شو يعني قيمة جدا؟ بيبعث لي اول شيء شو ممكن يكون عندي بيانات، شو ممكن يكون عندي اخبار، شو ممكن السلعة او العملة المعينة اللي انا بختارها، شو ممكن يكون عندي خليني اقول امور ممكن تأثر عليها مباشرة، بعض التفاصيل عن البروكر او عن الشركة المالية اللي انا بتداول فيها، وبعض الامور المهمة اللي لازم انتبه لها خلال جلسة التداول. مهم جدا في السيتينجز انه تضغطوا على الفوركس ريبورت، تعملوا سبسكرايب، تدخلوا ايميلكم، تضغطوا على كبسة سبسكرايب وتعملوا سيف. يعني بهيدي الجلسة مرينا على بعض الأمور الأساسية يلي هي أولا تدخلوا على صفحة أو على موقع تكمل، على الأدوات أوتو تشارتست، تنزلوا لتحت تضغطوا على حمل وصلة الأمتي فور، من وراء ما تحملوها تعملوا هوني أوبن وسهل جدا ران نكست نكست نكست، تتسجل الاكسبرت ادفايزر بينزل على منصه التداول هون نيكست نيكست نيكست، تنزل الاوتو تشارتس على منصه التداول اللي انا عم بتداول فيها وتجي بهذا الشكل. قلت لكم تضغطوا في البدايه، بتجي بهذا الشكل، تضغطوا في البدايه على اليسار اللي هي على النافيجيتر او على النجمه اللي هي باللون الاصفر، بيجي لنا عندي هون الاكسبرت ادفايزر على اليسار، بنضغط عليها مرتين، اوتو تشارتست بنعمل لها دراج، بنضلنا كبسين عليها وبنزتها على رسم البياني وبنضغط اوكي، بصير عندي الاوتو تشارتست فعال على رسم البياني على منصه التداول. قلت لكم نقدر ناخذ منها فرص استثمار لما نشوف رسم بياني او عمله معينه او سلعه معينه انا مهتم فيها، بضغط على فيو
ساعتها بشوف انا على الداكس او التحاليل اللي رسم لي اياها الاوتو تشارتست، وشو بيتوقع مستويات لاحقه او ممكن يزورها رسم البيان، خلينا نقول ال 15 دقيقه نيكست 15 مينتس، وين ممكن نزور اي اهداف. وطبعا بيقول لي اذا عندي على سبيل المثال بانت ولا لا، هون يعني عندي مثل اشاره، خلينا نقول بانت اللي هي بتعطيني اشاره سلبيه، لازم نستهدف على سبيل على سبيل المثال مستويات الديوان اللي هي 115 84، وتم اختراق البانت او نقطه الدعم المعينه. فبيشرح لي اكثر خلينا نقول تفاصيل معينه. ومثل ما قلت لكم تقدروا تعملوا فلتر، تضغطوا على هذه الكبسه تعملوا فلتر وتختاروا الرسوم البيانيه او التايم انترفل اللي انتم بدكم اياها كرمال تقدروا تاخذوا خلينا نقول فرص استثمار معينه والملائمه لكم. وبالسيتنجز تضغطوا على الفوركس ريبورت، تعملوا سبسكرايب، بصير يوصلكم سبسكرايب خلينا نقول او ايميل قبل دخول جلسه معينه انتم بتردوها. ومثل ما قلت لكم بمنطقه دخول العملاء تدخلوا عليها وبتدخلوا على تريدنج اوبورتونيتيز، بتقدروا تاخذوا خلينا نقول فرص استثمار من هذا من هذه الصفحه، وفولاتيليتي اناليسيس كرمال تعرفوا وقف الخساره قديش لازم يكون بعيد عن خلينا نقول نقطه دخولكم. مهمه جدا هذه الصفحه اللي هي صفحه الفولاتيليتي. انا بالمبدا رح اكون على مر على الاوتو تشارتس بشكل خلينا نقول كل اسبوع كرمال اشرح لكم الجلسه الثانيه والجلسه الثالثه شو بتتضمن، كيف ممكن نستفيد اكثر واكثر من هذا خلينا نقول المؤشر الضخم من هذه الشركه الضخمه لي حقا طبعا يعني حقا كتير، ولكن شركة تكمل بتقدم لكم إياها ببلاش لكل عملاء اللي بيتداولوا معها. فهذا طبعا شيء أو ميزة بتتميز فيها شركة تكمل، لأنه عم بتفكر بعملائها كرمال تعطيها التولز والأدوات المناسبة كرمال تقدر تاخد فرص استثمار مميزة من الأسماء والأسواق المالية، ولا تقدر تكون طبعا النتيجة إيجابية لاستثماركم. كان معكم المحلل التقني جوزيف ظهرية، بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله كان نهاركم